بالنسبة للأسواق المالية وتحركاتها ننتقل إلى لينا قنوع محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. مرحبا بك لينا. نتحدث بداية عن النفط، هنالك العديد من الإحصائيات أو المؤشرات وأيضا إعصار لورا قد أثر بشكل ملموس على إنتاجيات أو إنتاجية النفط في تكساس. دعينا نتحدث بشكل عام أيضا عن تراجع مخزونات النفط، ولكن شهدنا تراجع في أسعار النفط تقريبا هو الأقوى منذ 24 من يونيو الماضي، رغم أنه تراجع في المخزونات في الخام، في تراجع في المخزونات التي يعني جاءت فوق التوقعات لم تدعم أسعار النفط نحو الارتفاع، والسبب هو الاستهلاك على البنزين أو الطلب على البنزين الذي انخفض من 9.16 إلى 8.78 مليون برميل يوميا، هو الذي سبب في تراجع أسعار النفط. وما وتوقعاتنا بأن تكون أسعار النفط ضمن النطاقات المحدودة، ما زال نتحدث عن الطلب على السفر عند 91.9%، يعني لا يوجد طلب رغم من فتح الاقتصاد، فما زالت يعني هذه تضغط على أسعار النفط، لأن المشكلة هنا الطلب على النفط في الولايات المتحدة الأمريكية. رغم هذا الانخفاض الحاصل في المخزون لم يدعم أسعار النفط بسبب إعصار لورا الذي تسبب في إغلاق في الإنتاج ب 84%. وأيضا حول يعني نفي العراق أي استثناءات حول يعني حولها من حول تخفيض الإنتاج، فكلها هذه سببت في عدم التراجعات في أسعار النفط، فالتوقعات ما زالت محدودة لأسعار النفط، لن تحصل تراجعات كبيرة وستبقى ضمن هذه النطاقات الضيقة. وما زال فيروس كورونا والارتفاعات في عدد الإصابات ووصولنا إلى ذروة قياسية 268,000 إصابة هي اللي عم تضغط وهي اللي عم تثقل على أسعار النفط. ولكن لينا، ماذا عن الذهب؟ طبعا بشكل عام شهدنا تراجعات خلال هذا الأسبوع، كان بين الحين والآخر بعض عمليات الشراء والدخول على هذه السلعة، ولكن بشكل عام كان هناك تراجع. ما هي أبرز الأسباب وأبرز المؤثرات التي سوف تؤثر عليه في المرحلة المقبلة؟ طبعا أسعار الذهب لامست 1992 دولار ولم تستطع الوصول إلى مستويات 2000 دولار، كنا عم نتوقع أن تصلها لا بسبب الدولار، فهناك يعني عمليات جني أرباح على الدولار بسبب عمليات البيع على المكشوف هي التي أثرت على الدولار وأيضا ضغطت على أسعار الذهب، فبالتالي أسعار الذهب سوف تتعرض بهذه الفترة لمزيد من الضغط والتذبذب، بالرغم من أنه بيانات الADP أو بيانات القطاع الخاص التي أظهرت يعني في عدد الوظائف ب 428,000 وظيفة، ولكن أقل من التوقعات بكثير، ربما يعني كانت هي سبب من الأسباب التي تدعم، لكن الدولار بحد ذاته أثر بشكل كبير على الذهب. نحن نترقب أيضا بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية التي سوف تظهر يوم الجمعة وتعطينا صورة حقيقية عن السوق العمل الأمريكي وأيضا طلبات الإعانة، لكن رغم هذه التضارب في يعني في البيانات الاقتصادية يعني لم تدعم أسعار الذهب، وبالتالي على المدى الطويل ما زالت نظرتنا متفائلة لأسعار الذهب وأنه سوف تواصل أسعار الذهب الارتفاع بسبب سياسات التحفيز النقدية، وخاصة أنه في هناك تحفيز من قبل الجمهوريين، ليس علاقة شراء بين الجمهورية والديمقراطية وإنما هي فقط تخص الجمهوريين بنصف مليار دولار، فهي من الأسباب التي ربما ستكون داعمة مع أسعار الذهب وأسعار الفائدة المتدنية. نعم، نشكرك لينا قنوع محللة الأسواق المالية بإكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.